في كل ما ذكرته أنت في كل الأدبيات كان مذكور أحمد محمد الزبيري والنعمان والكرشمي ومجموعة كبيرة يعني. ظهر فجأة البيضاني. البيضاني كان موظفاً مع الحكومة اليمنية، كان مندوبها في السودان، كان قائم بأعمال في ألمانيا، والذي حدث في عهد الإمام وكان دائماً تابع للإمام، كان حتى موظف في السفارة اليمنية هنا. وعندما مر أنور السادات في طريق عودته من لندن كان ذهاب للعلاج، وفي بون السفارة المصرية عملت له عزومة عشاء، فدعي البيضاني كدبلوماسي من الدبلوماسيين، وتعشى هناك وكذا، وإذا بأنور السادات يقول يا سلام الطعام المصري أنا افتقدته في لندن. فالبيضاني مباشرة قال له أنا زوجتي مصرية وأنا قائم بأعمال اليمن، واليمن أعمالها بسيطة والسفر المصري مشغولة، فأنا مستعد أن أنا أرافقك وأهتم بيك وكذا. وفعلا هو وزوجته تعرفوا بالرئيس السادات في هذه الزيارة، وهو مغادر. كان السادات ذلك الوقت نائبا، من كان نائب رئيس الجمهورية. فوهو عائد قال له أزوركم في القاهرة، قال طبعا، وهذا تليفوني وهذا عنواني وهذا، ورجع السادات له هنا. السادات تقوت العلاقة ما بين البيضاني والسادات. والسادات السادات كان مسؤول المؤتمر الإسلامي هنا. بعدين كانت مصر في أزمة كبيرة لأنها خرجت من انفصال سوريا، انفصال الاتحاد، الاتحاد الوحدة عفوا. سوريا أعلنت الانفصال وتعاونت معها القوى الرجعية، وفي كان هذا سنة 58 59، فثورة اليمن في 62. لما جاء سبتمبر كانوا يحتفلوا في سبتمبر القوى الرجعية بانفصال سوريا، فكانت القاهرة في شبه عزلة كاملة و سقوط هذه الوحدة وكذا. فلما سمعوا بموت الإمام وتحرك الحركة الثورية في اليمن وكذا، أنور السادات خطر على باله هذا البيضاني جاء إلى القاهرة. وصلى هنا، اتصل بالسادات وقدم نفسه أنه إحنا نريد نغير الوضع، بدأ يخطب في الإذاعة وفي يعني انقلب من الملكية إلى الجمهورية. إلى الجمهورية. وبالتالي ما كان في تنسيق بينه وبين الأحرار أو الكذا، كان خطه معاكسا، بينما الأحرار يريد إما الخطوات الهادئة اللي هي مسألة إصلاحية ولاية العهد للبدر أو كذا، حركات إصلاحية، وهو كان توجهه، وهو جال هنا فيعلن، كان من صوت العرب يتحدث بديلا عن الزبيري، بدأ يهاجم الزيدية والشافعية والهاشمية ويثير الموضوعات بطريقة ثورية كبيرة مزايدة، مواجهة. وكان الإخوان هنا يفكروا في التحول الأسلم المتدرج. فهو جاء تبنى هذا الخط الثوري الكذا وتعاون معه البعض، وبالتالي لم تقم الثورة حتى كان في صلح. حتى يقال بأن بعض الضباط الشباب القائم بالأعمال في صنعاء، قائم بالأعمال المصري، هو اللي حضهم على محاولة الانقلاب على البدر، وأنه هو هذه فرصتكم تحركوا فيها، ولهذا تحركوا ذلك التحرك الأهوج اللي لم ينجحوا في القضاء عليه، ضربت الدبابات وكذا، لكنه استطاع أن يهرب ويلجأ إلى القبائل. ف اندلعت الثورة بهذا الشكل.